فاملك مسدك يا اصحابتك هل كان كسوى طيبك وحن يكون السلام يا سلام اسلامك السلام عليكم افضل من مسدك وكتشوفه ايام السلام يا انا وحلايها ساري تاريخ مروى زهرة مرحومة زهرة ماما زهرة الهي انا حرس زهرة الشيخ حسين عثمان علمي وحي هاي وحي كل هذا الطيب مجالدة كان كعيو وحينا كوكيريو تدلك مريكوكا بشان سجان كيدي ما بدا كوني لبيلا تنكا وحي كوبر بارتكور حكبه وأي وحبر شده هو سيدي بوكسك السريب على كنك الشيء وحي سيدي عبد الرحمن شامع بحي الله ونحرستي كوكو ستي فور حكبه كوني سجان بقول إيو كنتوني سجان كي ما مزارة وحي بشي ستات عرورة أخر ويل يا أخر كبنوت وحي أيديه وهاي تطبيع طبعا وحي مبعوية أما أبوتو وهاي هل كبك وحي مرحومة زهرة دليش شيخ حسين عثمان علمي الله من حريصته وكسو تشيدي قبل كمدو شيخ حسين وحو أها قاتي عام كاء دلكا وكسو شقيه قبل لبضان وحا هوية زهرة وحا هوية وحي مرحومة زهرة حليمة عيسى قدم له اللهم حارس سيدنا وكسوة جدي قال كعيو بنلاي مرحومة ماما زهرة وحي هاي سياسية وين وسياسة كسوة بيرتاقية لو قادوا دائر ما لي لها الجامعة ولا الكل بشير شيخ حسين وما كان سياسة كتشريت muddo dheer waxa la weeyay jiray goobaha laga gahadlayo sababta dalka iyo falanqaynta horumarka labadeynta si ay kaladeeda uga baxiso sida la socotaan waxaanu arkaynay maanta waxqabadkeedii waxay agaasintay oo muddo dheer ka shaqaynaysay goobaha qaybiyo hawlahaas dhaqanka iyo hidaha soomaaliyeed oo noqon doona u noqon doona yarta maanta iyo jiilalka soo socdaba meel ay wax ka bartaan taas oo xooggeeda maskaxdeeda iyo maalkeedaba ay aad u gelisay muddo dheer maama zahra waxay ahayd halgamaan weyn wadaniyad gabayaal deeqsiyad aftahan nabadoon qof naxariis badan oo aad ugu dabacsan danyarta waxay ahayd waaye arag dheer garato ah waxay ahayd haweeney aad u dhiirran وهذا العرض وحياه يدغيها إيا مان مال